هاي مايان، عامله ايه؟ هاي فرح، بما اننا معاكم في كواليس امبراطوريه ميم، فاحنا دلوقتي هنعمل امبراطوريه مايان. فانا هسالك كام سؤال ونشوف الامبراطوريه بتاعتك هتبقى عامله ازاي. اول حاجه، اول ثلاث قوانين هتحطيهم كامبراطور. هعمل ثلاث قوانين. ايه؟ النوم طول الوقت عادي، يعني اي حد عايز ينام في اي مكان ينام، مفيش مشكله. اكل طول الوقت عادي، اي وقت في اي مكان، في كده. ثالث حاجه، هلغي بقى الانترنت والسوشيال ميديا واللابتوبس والتكنولوجي وكل حاجه. مين من ابطال المسلسل هيبقى دراعك اليمين؟ نور النبوي يبقى دراعي اليمين، هو هيسد في اي حاجه. ومين مش هتقدري تاخدي قرار غير لما تساليه؟ هقدر اخد قرار غير لما اكيد استاذ خالد النبوي. المكان بتاع الامبراطوريه بتاعتك هيبقى على بحر ولا جبل ولا؟ هيبقى جوه غابه، يعني خضار كتير، يعني او جبل فيه خضره كتير. انا بحب المنظر ده قوي. حد غلط في الامبراطوريه وفي قانون هتعاقبيه بيه، ايه العقاب؟ هسجنه. السجن اشد ساعات من الاعدام. اللغه اللي هيبقوا بيتكلموها الناس في الامبراطوريه هتبقى لغه ايه؟ مصري طبعا، عربي، انا معتزه باللغه العربيه جدا. طب وهتقبلي ناس من بره تدخل؟ ماشي، هقبل عادي، نعيش كلنا مع بعض. ايه اكله مش هتوافقي ان هي تدخل الامبراطوريه خالص؟ قلقاس، ما حدش عندي هياكل قلقاس، واللي هياكل قلقاس هيتعاقب. ايه الاكله اللي لازم تبقى هي دي الاكله الرسميه بتاعه الامبراطوريه؟ ورق عنب، وهحطه على العلم. غير يوم الجمعة والسبت، ايه هيبقى الاجازة الرسمية؟ حد اتنين تلات اربع خميس، كله اجازة. طيب ما احنا كده خلصنا اول فقرة، هندخل على الفقرة اللي بعديها. يلا نكمل. الفقرة اللي بعديها هسألك برضو حاجات عن الامبراطورية بتاعتك، بس في شرط ان انت لازم تجاوبي باول حرف من اسمك اللي هو الميم. اللي هو ميم. امبراطورية ميم وميم. مين المغني الرسمي للامبراطورية؟ محمد منير. البلد اللي الامبراطورية هتبقى فيها؟ مصر. شعار الامبراطورية؟ مالكش دعوة بيا. لون علم الامبراطورية؟ موف. شغلانة هتبقى مميزة جدا في الامبراطورية بتاعتك؟ مغني. ممثل. نهار ابيض. الاكلة الرسمية؟ ممبار. اسماء الولاد والبنات هناك هيبقوا اساميهم ايه؟ محمد، محمود، ميان، منار، ميرفت. حيوان لو الناس ربطه هياخدوا اجازة من الشغل يوم زيادة؟ كلاب وقطط. لا، مين بقى؟ خسرت كده؟ لا 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 لا، اكمل. معزه. لو عملوا لك تمثال في الامبراطوريه هيكون البوز بتاعك عامل ازاي؟ ومثليه لنا وانت قاعده. ما احنا اتبسطنا قوي ان انت معانا، انا متاكدين ان شاء الله المسلسل هيبقى حلو قوي ان شاء الله. شكرا قوي.